ايه ده يا عبد الجيه ده؟ محتاس يا اخي، انا بقالي يجي ساعه مش عارف اكتب حته جواب غلط، مع ان انا صغير في اعدادي وثانوي كنت في الريره. واحنا نروح بعيد ليه؟ مش الجوابات اللي انا كنت بكتبها لك هي سبب في جوازك من ام العيال؟ صحيح يا اخي، الواحد مش عارف يشكرك على الحكايه دي ولا يقطع علاقته بيك. انت بتهزر؟ الواحد مش عارف نشفت ولا ايه؟ القلب يا عبد الجيه زي وزي اي حاجه بتعملها بتعدي. الحديد اللي هو من فولاذ يجي على يوم ويصدي. طب والعمل؟ انا مش عارف يا اخي اللي خلاها تطق في دماغك فجاه كده وتخليك تكتب جوابات غراميه. لمين يا عبد البديع؟ ده سؤال يا ابو الملك، هيكون لمين يعني؟ لطيفه طبعا. ما دام الحكايه كده تلاقيها تقول لها، قول لها الكلام ده في وشها ورايح دماغك. لا لا ما ينفعش. اصل لطيفه عاطفيه كلاسيكيه. الرسائل هي اللي هتجيب نتيجه معاها. خلاص، المشكله محلوله. الراجل بتاع الجرايد ده عنده كتاب اسمه رسائل الغرام، اشتريه ورايح دماغك. اهو يا ابو الملك، هروح اقول له هات لي الرسائل الغرام. عمل الكسر. انت تستجدع معايا بقى وتشتغلني وانا مستنيك في العربيه. يلا باي باي. عم بديع عيب كده. يعني انا كنت ناقص ابن عمها يهتم بيها فجاه كده بعد ما كانوا رامينها رمله الكلاب؟ لو كمان عمال يجيب في هدايا اشي سمك زينه وش عصافير ملونه، ده غير المفاجأة اللي عملها لها سيادته الصبح، أكيد هيصرف فيها فلوس برضه. يبقى الأحسن إنك تسلم يا متولي وتسيبها له إذا كان هو عايزها. أنت كده نمرود، الحاجة ما بتحلاش في عينك غير لما تحس إنها خلاص هتطير. بس أنا مش هسكت. أنا هبعت للواد ابني في كندا أقول له كول مي بليز. آه أنا عشت عمري عشان ما فيهاش حاجة، لما يبعت قرشين يمكن يساعدني عشان ألاقي حد يونسني في وحدتي. عزيزتي لا تتعجبي إذا رأيت حبات المطر حين تسقط على أوراق الشجر الخضراء تتناثر رذاذها في الهواء ليشكل. أكيد هيعجبك الكلام التافه ده. بس ده أحلى لو في الشتاء. زهر متقسم فصول ولا إيه؟ طيب بعمل كوباية شاي بقى واجي مخبخ. الحمد لله مزاجه رايق. احط شوية بارفان واطلب منه يسامحني، واحط له حتتين شوكولاتة من اللي بيحبهم جنب الشغل بتاعه. رسائل الغرام 100 رسالة الحب. انت ايه اللي في ايدك ده؟ المفروض مين اللي يسأل مين؟ ما ترد عدل وتخلصي. بقولك ايه اللي في ايدك ده؟ لقيته هنا جنب ورق الشغل بتاعك. هو اي حاجة تبقى جنب ورق الشغل بتاعي المفروض اعرف ايه هي؟ وريني. رسائل الغرام 100 رسالة حب. كنت ناوي تبعتيهم لمين ان شاء الله؟ انا؟ انت لسه هتنكري بعد ما ظبطت الكتاب في ايدك؟ ولا ايه؟ هكونش ظلمتك يا لطيفه. اه والله العظيم. يعني انت جبت الكتاب ده عشان تنقلي منه الرسايل وتبعتيهم لنا؟ انا؟ انا ما هو لو ما كنتش ناوي تبعتيهم لنا يبقى لازم اعرف كنت ناوي تبعتيهم لمين، ولا للذي مش هتعدي على خير. ليه؟
مين اللي على التليفون؟ انت هتحقق معايا مش لما نخلص من كتاب الغرام اللي ظبطته في ايدك. اتفضلي. غريب والله زي ما يكون ظبط من قامك وانا بشتري من عند بتاع الجرايد. اشمعنى انت بتاع علي ولا مني؟ ايه غريب حبيبي وصديقي جناب الحكمدار، دلوقتي يا جنابه انا واقع في مصيبه وبلوى سودا ومحدش هيغتني منها غيرك. خير ان شاء الله. الاول انا معطلك على حاجه؟ لا اتفضل. ما هو الواحد لازم يبقى حسيس يعني ومبقاش تقيل كده على حبايبه. بالظبط. بس انت حبيبي وصديقي الوحيد والصحاب مفيش بينهم الكلام ده صح؟ اختصر يا غريب قول لي ايه المصيبه اللي انت واقع فيها. انهار مش عايزه ترجع لطليقها تاني. جميل. هو ايه اللي جميل يا جناب؟ وبقول لك انا واقع في مصيبه وبلوى سودا وانهار مش عايزه ترجع لطليقها وتقول لي جميل. غريب انا دماغي فيها 500 حاجه وكمان باجي على بالليل وفهمي بيتقل وانت قاعد تجيب لي كلمه من الشرق وكلمه من الغرب. ركز معايا كده عشان نشوف حل في المصيبه اللي انت فيها. شفت بقى اللي ممكن يحصل بعد ما نهار صدرت الطرشه ونشفت دماغها؟ بقيت انا ملزوم بدين كان ممكن اكله عليه لو رجعوا لبعض يعني وعاشوا كويس. ده غير بقى لما يعرف انها خلعته من دماغها ومش ناويه ترجع له. وصبيانه بقى اللي بعتهم لي في الرايحه وجاي يزفوني في الحته. فارديك كده يا جنابه صاحبك وحبيبك يتسيح له ويتفضح في الحته فضيحة اللحمة المذبوحة برا السلخانة. باختصار الدين كام عشان انا عايز انام؟ نوم العافية يا اخويا، انا مقيد له كل حاجة حتى اللقمة. سندوتش الكبدة اللي كان بيعزمنا عليه كتبته يا جنابه، هو بالظبط كده 3664 جنيه. ان شاء الله بكرة يكونوا عندك. يلا تسمع على خير. ربنا يكرمك يا صاحبي. ايه تيت 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 ايه تاني؟ اعمل ايه في جشع الواد ده؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ما انا كنت عايشه راضيه باسمتي. انا مالي ومال الملايين دي كلها؟ هعمل بيها ايه؟ وهصرفها في ايه؟ وغريب لو عرف مش هيبط ولا يهدى لبال غير لما يبعزقهم على القرف واستخرات المحببه اللي في ساره دي. استر يا رب. يا ساتر. معاك حد يا غريب؟ ما غريب الا الشيطان يا نونا. ايه مالك سرحانه كده ليه؟ انا بتنحنح على جنب يعني لما لقيتك سرحانه عشان ما اخدكيش. اما انا جايب لك معايا حته مفاجاه بقى تستاهل بقي. شويه زلابيا بقى انما ايه يا بنت يا نونا؟ مقرمشين وسخنين وبيشروا عسل كده زيك. مش بعاده يعني؟ ليه كده؟ قالونا انت نسيتي اما كنت شغال وماشي معايا قبل ما تضرب بالمخدرات؟ ما كنتش بحرمك من اي حاجه، ولو طلبت لسان العصفور كنت بجيبهولك، وما كنتش حارم البيت من كافه شيء. يا ريتها دامت وحاجات ياما ما حصلتش، وكان ربنا كفانا شر الايام واللي مخبياه. اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفيه بالعين يا نونا. سيبي نفسك كده انت وما تفلفصيش من القدر. كولي كولي بسم الله، ده طعمها زي الشربات زي كده. بص بقى يا غريب، لو كنت بتحوم وتدور كده عشان ترجعني تاني لطليقي ده لما تشوف حلمة ودنك. ومش هتلاقي مني غير الرفض والفلفصة وقلت لا. ولو انت خايف تقوله سيب الموضوع ده عليا، انا هروح وهقولها له في وشه وديني وايماني وما اعمل لحرمه فتحك تاني في الموضوع ده. يصبح على خير يا ابن ام وابونا. خير ايه؟ طب والفلوس اللي عليا دي هسدها منين ولا اعمل فيها ايه؟ هعمل نفسي مصدقك في موضوع الكتاب ده يا لطيف، بس اياك تجيبي سيره للولد ولا البنت لغايه ما اشوف مين فيهم اللي دخلوا البيت وكان عايز يبعت رسائل لمين. اللي تشوفه يا اخويا. طب افرض يعني ما طلعش بتاع حد فيهم؟ ازاي يعني؟ ما هو مش بتاعك ولا بتاع الولد ولا البنت، هو بتاع مين كده؟ ما فضلش غير ايوه. ها
يا لطيفة، وانت لوحدك اللي هتتحملي نتائجه. أنا موافقة، بس قول كده أما أشوف اللي جه في بالك هو اللي جه في بالي ولا لأ. معمولة بجاهد عطوة ولا مجاهد توصل لحد كده؟ عطوة مجاهد. شوف يا لطيفة، أنا هاخد الكتاب وأديه لواحد صاحبي بيشتغل في البحث الجنائي يرفع البصمات. لو في بصمات تانية غير بصماتي وبصماتك يبقى هو ده اللي دخل الكتاب. بس أنت أهم حاجة الموضوع ده يفضل سر. ابن الأرندلي. كله تمام. برافو عليك، كنت متاكد ان اقدر اعتمد عليك. انت تؤمرنا يا جوز خالتي؟ اه بالمناسبه، خد يا علي. هو انا غريب يا عبده؟ بس ما تجيبش سيده غريب على الصبح، الله لا يسيئك. تعال اديني ظهرك بالمره عشان تطلعوا تستريحوا مره واحده على طول، وتصرف المبلغ ده من البنك. خلي بالك على الفلوس، اوعوا ينقصوا مليم. انت عارف عبده بقى، اول ما تصحى كلمنا على طول عشان ورانا حاجات كتير قوي لسه. يلا يلا اصحى يلا. ايه يا لطيفة بس في ايه؟ شفتي يا لوزة؟ شفتي؟ كان معايا حق، والله كان معايا حق. طب اهدي، انا اتخضيت اصلا لما شفت رقمك على الاي دي. بديع بيلعب بديله. الراجل بعد ما وصل للعمر ده كله قال ايه؟ عايز يتعلم يكتب جوابات غراميه. والله لو ما لبستي هدومك وجيتيلي بكتير وساعه لكون عملت في روحي نصيبه. طب اهدي اهدي، انا هفطر جوزي واجيلك على طول. وتفطريه ليه؟ هو صغير، ما تسيبيه يفطر لوحده. اسمعي كلامي، رجالة اليومين دول تخدميهم يتمرعوا ويترسموا عليكي. يا ابني يا قليل الادب، يا سافل يلي ما تربيتش. انا جاهزه. ايه اللي حصل؟ لا اولا اتفضلي، دي حاجه بسيطه كده كنت اتمنى انها اقدمها لك في ظروف احسن من كده. ميرسي، شكرا، بس عايز اعرف ايه اللي حصل. دي واحده عشان يبقى الكلام قدام الكل. الاستاذ متولي دلوقتي تلاقيه في سابع نومه. افندم، مش عيب واحد في سن حضرتك ما يعرفش يربي عياله؟ عيالي؟ الاستاذ متولي ما عندوش غير ابن واحد وعايش في كندا. مستحيل، اصل الحركه اللي حصلت من بلكونه حضرتك ما عملهاش غير عيل ومش متربي. ما تحافظ على الفاظك لو سمحت. دوله هانم وضحت لك ان انا عندي ولد واحد وعايش في كندا، ثم انا كنت نايم وصحيت على خبط حضرتك. امال مين السافل الدوني المنحط اللي عمل الحركه دي واستخبى عشان جبان مش قادر على المواجهه؟ وايه الاكد لحضرتك بقى ان المايه اللي وقعت عليك دي نازله من بلكونه انا؟ شفت؟ وقعت بلسانك، مش عارفك انها مايه. اي حد يشوفك يعرف انك واخد دش مايه. وليه ما يكونش شوربه؟ ليه ما يكونش شفشق لمناد حمضان وترامى؟ قصدك ايه يا بيدا؟ ان الاستاذ متولي هو اللي كب عليك المايه دلوقتي؟ وليه ما يكونش هو اللي كبها على نفسه تحت في مدخل العماره وطالع يتبلى عليا انا؟ طب هو هيعمل كده ليه بس؟ عشان يفسد علينا يومنا يا حبيبتي، يبوظ المفاجأة اللي أنا مدبرها لك. بس هو ما يعرفش إن إحنا خارجين مع بعض. يا طبتك يا دولي، إمبارح بعد ما خلصت كلامي معاكي وأنا خارج
وطني شافه بيتصنط على الباب عشان يسمع بنقول ايه. اي حاجه قالها لك الاستاذ ده في ودانك هي كدب في كدب. وانت شعرفك بقى كان بيقول لي ايه؟ برافو عليك يا دولي، منتهى الذكاء. انا شايف في عينيك نظرات اتهام انا ما اقبلهاش. اعمل لي فيها حكيم عيون حضرتك. سيبك مني يا دولي، تعالي نمشي بقى عشان ننطلق ونعيش حياتنا. معقوله ابن الارندلي باشا ينزل الشارع بجاكيتته مبلوله كده؟ بلاها الجاكيت اهو. ارندلي ولا مش ارندلي؟ ارندلي. طبعا اذنك بقى هروح ادخل الدبدوب الجميل اللي انت جايبه لي ده وارجع لك على طول. ما تنسيش يا حبيبتي تقري كلمتين كاتبهم من قلبي، يا رب يعجبوكي. حتى لو ما عجبونيش كفايه انك كلفت خاطرك وكتبته. عن اذنك. اتفضل. من اولها كده يا استاذ متولي ما تحطش نفسك في مواقف بايخه، احترم نفسك وحافظ على كرامتك. لو متعرفنيش اسأل عليا في محاكم مصر كلها، من اسكندرية لأسوان، هيقولولك مسميني البلدوزر. عارف ليه البلدوزر؟ عشان بشيل خصومي بمنتهى السهولة واليسر، أطردهم برا المحاكم أفاهم يا أمر عيش أو أدخلهم السجون بالأحكام اللي أنا جبتها لهم. أنت بتهددني عيني عينك؟ أيوه شاطر، بهددك عيني عينك. وممكن انزل دلوقتي على اي اسم اعمل لك 50 محضر ب50 سبب انت مالكش دعوه بيه خالص. الففك عمرك كله على المحاكم، تدفع اللي حلتك على المحامين، وفي الاخر انا اللي هكسب. تعرف ليه؟ عشان دي شغلتي وبعرف اعملها كويس قوي. المره دي انا هعديها عشان خاطر الدولي بنت عمي، بس انا ما بديش فرصه غير مره واحده في الحياه. مفهوم يا استاذ متولي؟ في ايه يا بيده؟ مال الاستاذ متولي وشه جايب الوان كده؟ معلش يا حبيبتي، الظاهر خد لطشه برد من وقفته الصبح بدري في البلكونه. اصل لطشه الهوا دي ما بتخليش. يلا بينا. هتوديني على فين؟ لا لا لا، دي مفاجاه وانا مصر انها تبقى مفاجاه بكل تفاصيلها. يلا روح. قولي لي. نعم. انت بتعرفي تغني؟ هسلم كده. السلم على السطح في بير السلم في كل مكان في الدنيا. يلا تقولي لي معايا. يا حلاوه الدنيا يا حلاوه يا حلاوه لو يا حلاوه. هقول الكلام الجميل اللي في الورق ده ليا انا. بيجي ايه بالنسبة للي جوه قلب ناحيتك؟ زمانك بتقولي لنفسك وده كان فين من زمان، ما قالوليش ليه؟ أنا زيك يا دولتي، هواية حياة أولاد الأصول والعائلات الكريمة، باخد وقت طويل على ما أقدر أقول اللي في قلبي. يعني أنت فعلا في قلبك حاجة من ناحيتي؟ أنا لما كنت سايق كنت قلت لك بص في عينيا عشان تقدري تقري اللي جوايا. بس حتى لو بصيت في عينيا انا مش هقدر ابص في عينيكي، ابص في الارض من كسوفي. دولة. ايوه يا عبد المتيع. قولي لي يا بودة، بحبها قوي منك، بتشجيني زي موسيقى عبد الوهاب الله يرحمه. ايه ده؟ انت بتحب عبد الوهاب؟ بحبه، الا بحبه. الله. انسيك وفاء قلبك وحداني. انت واخدني على فين؟ دي اول مفاجأة يا رب تعجبك. لو سمحت. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلوا. احنا كنا عايزين لو سمحت الاسطوانات النادرة بتاعت الاستاذ محمد عبد الوهاب، عندك؟ طبعا، بس للاسف الزباين بتاعتها قلت قوي دلوقتي من ساعة ما طلعت الشرايط والسي دي. انت تعتبرنا احنا اتنين سميعة من زمن الفن الجميل. ورينا كل اللي عندك لو سمحت. حاضر. ذوقك حلو قوي يا بوده، والاغاني اللي اخترتها تحفة. هدية بسيطة لأجمل امرأة في قارات الدنيا كلها. ليا انا؟ حاجة بسيطة كده اعبر بيها عن مجنون اللي جوايا. بوده. يا عيون بوده.
يا قلبي بودة من جوه. يلا بينا نتحرك من هنا لحسن الناس تشوف الشوق اللي في عينينا يخبطونا عيني. عندك حق يا بودة. كويس انك جبتني هنا، البلد بقت زحمة قوي، حتى المباني ما بقاش فيها ذوق زي زمان. برافو عليك يا دوليا. انا متهيألي كمان النيل كان اوسع من كده. ما فيش حاجة بتفضل على حالها غير عادات وتقاليد ولاد الاصول اللي زي كده، ودول كمان بقوا قليلين قوي. عارف يا بودا، انا بقالي كتير قوي ما اتفسحتش من ايام بابا الله يرحمه. الله يرحمه. هو الوحيد اللي كان بيفسحني كل يوم جمعة. وبعدين ايه الدموع دي؟ تعالي نتفق على حاجة. ايه؟ من هنا ورايح طول ما احنا مع بعض عايز اشوف عينيكي فرحانة متفائلة، تأكدي ان ايامك اللي جاية هتبقى احلى كتير قوي من اللي راحت. بس اللي راح كتير واللي جاي قليل يا بودة. مين قال كده يا حبيبتي؟ متوسط الاعمار دلوقتي زاد جدا عن زمان، الناس بتعيش 70 و80 شوف يا دولي، العمر عمره ما يتحسب بعدد السنين، العمر يتحسب بعدد الايام الحلوه الجميله اللي بنعيشها سوا، بنخطفها بايدينا واسناننا. بامر الحب بامر الحب افتح للهوى وسلم، بامر الحب افتح قلبك اتكلم، بصلي جاوبني قرب كمان، قرب هنا جنبي وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي. هو ده المكان اللي يليق ببنت الحسب والنسب، سلسلة الأرندل يا باشا. ده ليه يا بودة؟ طبعا يا حبيبتي، بس بعد ما يتفرش بفرش جميل يرجعك للزمن الأجمل. هنا دولة هتبقي دولة تاني من أرندلي بحق وحقيقة، مش الحتة اللي انت كنت عايشة فيها دي. هنا حبيبتي هتلاقي الجيران اللي استحقوك وتستحقيهم، ما كانش لازم تسيبيهم أبدا، مش الجيران الحوش اللي يرموا الناس بالمية ويجروا ويستخبوا زي العيلة الصغيرة ما عندهمش شجاعة المواجهة. خايفة صدقك بودة. دولي خافي من الدنيا كلها إلا أنا. أنا أرندلي من ساس الراسي زيك بالظبط. الدم اللي بيجري في عروقي هو نفس الدم اللي بيجري في عروقك. أنا الاتنين فرعين من شجرة واحدة، شجرة نادرة للأسف كانت تنقرض من الزحمة والحوش والناس الزبالة اللي من غير أصل ولا تاريخ. لسه خايفة يا حبيبتي ليه؟ حاسه اني بحلم. وهي الاحلام تخوف يا دولة؟ وكمان محتاره فيك، لما انت جواك المشاعر دي كلها ما عبرتش عنها من زمان ليه؟ انا كده مضطر اعترف لك ولو اني ما كنتش احب اتكلم في الموضوع ده. ليه؟ انا من نوح الله يرحمه بقى، انا خايف احكي لك ترجع تشيلي منه تاني، وانا ما صدقت انك صفيت العيط من ساعة ما مات وساب لك اللي سابه لك ده. وضح اكتر بودة. انت عارف انا كنت قريب من عمي قد ايه، وللاسف كنت بسمع له يتدخل في تفاصيل حياتي كلها. لما اتحركت مشاعري ناحيتي زمان بكل سذاجة رحت احكي له، فاجئني بكلام ما كانش يخطر على بالي. قول بودة أنا سامعاك. حاسسني إن أنا أقل كتير من اللي أنا أفكر فيه.
ساعتها كنت لسه في بداية حياتي العملية. انت عارف ان هو ما يحبش يساعد حد ماديا، فوقفلي في الجوازة دي. انا كمان ما كانش عندي الشجاعة الكافية ان انا اتمرد عليه وادافع عن اجمل قصة حب في حياتي. انت بتبكي. انا ما انكرش اني صعبان عليا نفسي، معلش. انا ما اتكسفش لما تشوفيني معايا، انت الانسانة الوحيدة اللي ممكن تشوفني في حالة الضعف. انا ما عابنيش يا دولت ان ابويا كان فقير، كان حظه في الدنيا قليل وزي حظ ابوكي او حظ عم نوح. انا فقير بس ارنلي وابن ارنلي ارنلي ابا عن جد. ليه يا عم كده؟ ليه تقف بجدار الفار بيني وبين حب عمري؟ بس بودة، بس بودة، بس بودة، خلاص اهدى بودة، بس عبيد دولت. ايوه بودة. يلا بينا اروحك. يلا. اتنين، أربعة، خمسة، أربعة. جرس جرس، خدي الكلام انت بقى عشان انا زهقت من الصبح ومش فاهمه هما بيقولوا ايه. بوجي 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 بوجي. الو، المركز العلمي الجراحي، لو سمحت عايزه اسال عن عمليات شفط الدهون. لا اكتر من منطقه في الجسم. ايوه بالظبط. كام معاك؟ هيشوف كشف الحساب ويرد علينا. وايه حكايه اكتر من المنطقه دي؟ ايه شايفاني كلي عايزه شفط ايدي وبس. والله يا لطيفه ما كان قصدي انا، بس ايوه تمام. دي شامله العمليات كلها بالاقامه. طيب نراجع العنوان مره تانية مع بعض. ايوه شارع السودان. طب ده فين بعد المحكمه؟ طب ما تقول في امبابة. طيب نكون بكره اخر النهارده، اخر النهار نكون عندكم. طيب شكرا، مع السلامه. حلو قوي. وايه اللي حلو قوي؟ ده انا هريت نفسي في التليفونات من الصبح على كل المستشفيات، ما سمعتش حاجه عدله لحد دلوقتي. امال انا كنت بسال لمين بس يا لطيف؟ خلاص خلينا في المفيد. ها ده ارخص عرض وصلنا له من الصبح، واظن بقى مش هنلاقي ارخص من كده. بس انا سامعاكي بتقولي امبابه. وايه يعني ان شاء الله يكون في السين؟ وانا لا فاهمك يا لطيفه، اهو اي حد لقى مساحه في اي حته ما بيفكرش بقى انها هاي ولا لوكال، المهم تقضي الغرض وتحققي الحلم اللي انت بتتمنيه. طب خلاص، قالوا لك بقى على كده الحساب كام؟ حساب ايه ده اللي كام يا دولت؟ مال وشك اتغير قوي كده؟ انا بسالك سؤال عادي، هتاخد مني ايجار شهر كام في القصر ده؟ يعني يا دولت للدرجه دي يعني مش فارق معاك؟ ولا فارق معاك حرق دمي؟ انت ازاي تقول كده؟ هقعد في القصر ده ازاي؟ وبأني صفة؟ ده سؤال وجيه يترد عليه. هتقعدي ازاي؟ هتقعدي معززة ومكرمة بعد ما ينفرش من الفرش اللي يليق بيكي؟ أما حكاية بأني صفة دي، ده سؤال ما يتسألش يا دولت. بسرعة كده. أكتر من 35 سنة حب. تقولي لي بسرعة كده، والبني آدم ممكن يحتمل يعيش بعيد عن حبيبته إيه؟ أنت كده فاجئتني بودة. يعني إيه؟ إديني فرصة أفكر وأرد عليك. أنت قلتي لي المستشفى دي اسمها إيه؟ ما أنت لسه قاريها بره يا لطيفة، مستشفى سيداتي الجميلة. إيه؟ الناس دي باين عليها كدابه. يلا بينا. يلا استني بس يا لطيفه، بعد المشوار والتوه اللي تهناها واحنا بندور على العنوان. يا حبيبتي الجواب بيبان من عنوانه، اذا كنا احنا لفينا وتهنا لغايه ما وصلنا هنا، واديكي شفتي المنظر شكله ايه. مستنيه ايه تاني؟ يلا يا لوزه يلا. طب على الاقل نشوف الامكانيات الطبيه اللي هنا عامله ازاي، مش يمكن بتوع المستشفى مش بتوع المظاهر. المساله مساله نظافه مش مظاهر، وبصراحه بقى الحاله لا تسر عدوى. اهلا وسهلا، اتفضلي. يا ساتر يا رب، بسم
بسم الله الرحمن الرحيم، مش تكحي ولا تزمري ولا تعملي اي حاجه بدل ما انت داخله تستحبي زي القطط كده. نورت المكان، اتفضلي. يزيد فضلك يا حبيبتي، اعفينا انا، خليها مره تانية ان شاء الله. يا لطيفه استني كويس ان احنا لقيناها عشان نسالها، ولو ما عجبناش نمشي وخلاص. اتفضلوا، تحبوا تسالوا عن ايه؟ عن العمليات اللي بتتم هنا في المستشفى. احنا عندنا هنا كل انواع العمليات، شفط، نفخ، تكبير، تصغير، شد، حقن سيليكون، تنعيم بشرة، زرع شعر، حتى برامج التخسيس الصحية. عندنا هنا قسم خاص للحالات اللي عاوزة تخسس بدون تدخل جراحي. والحاجات دي كلها بتتعمل فين؟ الأوضة الكبيرة دي أوضة عمليات مجهزة بأحسن الأجهزة الطبية اللي موجودة في الشرق الأوسط، والأوضة التانية دي أوضة عمليات تخسيس بدون تدخل جراحي. كويس قوي، كتر خيرك، برضو عفيني، خليها مرة تانية. يلا استني بس يا لطيفة ثانية واحدة، ممكن نتفرج على أوضة العمليات من باب الاطمئنان بس؟ اه طبعا، 20 جنيه من فضلك. ليه يا حبيبتي؟ هو جوه اوضه العمليات شاشه سينما وبنتفرج على افلام وكده؟ ليه امال انتوا عاملين التذاكر دي ليه يا لطيفه؟ بلا لطيفه بلا نيله بقى، دي حاجه تخنق، ده ناقص يبيعوا لنا الهوا اللي بنتنفسه كمان. الله يجازيك يا بديع، انت اللي خليت اللي يسوى واللي ما يسواش يستغفلنا ويطمع فينا. يا مخلفني يا بديع، هعمل لك ايه؟ مالها دي يا لطيفه؟ هو انا حلشك ولا ليا مصلحه مع الناس ديت عشان تصدقيني؟ انا بنفسي دخلت اوضه العمليات ولقيتها مجهزه على اعلى مستوى. اعلى مستوى ده ايه؟ ده المكان كان بينش، هو كان في حد غيرنا؟ اصل السكان اللي في المنطقه دي مش واخدين على المستشفيات اللي من النوع ده، ومستشفى لسه جديده زي ما انت عارفه، والرجل عليها مش زي مستشفى قديمه بقالها 20 ولا 30 سنه في السوق. طيب سيبيني افكر. على راحتك، يومين، ثلاثه، اسبوع. اسبوع ده ايه؟ ده انت على ما توصليني البيت هكون قلت لك رايي. مش تفتح يا ابني. وهو انا عارف افتح وما فتحتش. خد يا عمي، خد وارجوك تنسى ان ابنك وانك ليك عليا حقوق ولو 10 ساعات بس اريح فيهم الجته. جته؟ الفاظك بقت سكيه. معلش تتحاسب بعدين. ايوه بعدين ابوس ايدك. امشي بقى. اتفضل. بقول لك. ايوه. متاكد ان دي فيها 60,000؟ مال يعني هاخد منك سمسره؟ ولا. ايوه. لما تصحى من النوم كلمني ضروري. عايزك في موضوع حيوي، حياة أو موت. حاضر، بس بص بقى عشان ما بقاش فيها زعل، مش هيفتح الموبايل ده غير لما اصحى من النوم من باب الاحتياط. روح في داهية، مش عايز منك حاجة. بفتكرها. احنا دلوقتي بقى عندنا مشكلتين. مشكلتين ايه؟ انت مش وافقتي تعملي العملية هناك؟ اه طبعا ان شاء الله، اذا كان على 3000 جنيه مقدور عليهم، انما ال 6000 جنيه ونص دول هعمل فيهم ايه؟ هنعمل جمعيه مع زمايلنا ونقبضك انت الاول. زمايلنا ازاي بس؟ اذا كان اكبر جمعيه بيقدروا يعملوها ب 3000 جنيه، يعني نص المبلغ المطلوب. خلاص يا ستي، اسلفك انا الباقي. لا يا حبيبتي، انا لا بحب اسلف ولا استلف، على راي المثل السلف تلف والرد خساره. يلا امر لله، هضطر كده ابيع حتتين ذهب من اللي عندي، ولو اني كنت شايلهم للزمن. هو في زمن اكتر من الزمن اللي احنا فيه دوت يضطرك للبيع؟ على رأيك، بس ربنا يجعله بفايدة. دلوقتي بقى ملهاش لزوم الجمعية. شوفي بقى، بكرة الصبح بعد ما بديع يحرق تفوتي عليا ونروح للسابق نبيع الذهب كرتين من غير ما حد يعرف. حلو قوي كده، تمام. ولا تمام ولا حاجة، الكام يوم بتوع العملية اللي هقعد فيهم في المستشفى هنعمل فيهم ايه؟ صحيح، دي مشكلة. طب ما تريحي روحك يا لطيفة وتقولي له على الحقيقة، حاجة زي دي مش هتستخبى، وبعدين انت بتعملي ده كله ليه؟ مش عشان تساعديه؟ يبقى هيرفض ليه؟ قلبك ابيض، هو انت فاكرة الحكاية بالسهل كده؟ ما كناش عملنا البحث والتحري ده كله من وراه. بقول لك ايه؟ روحي انت الحقي جوزك وفكري لي في حل نحل به المزنق ده، ها؟ خلاص، وانا ان شاء الله هكلمك بالليل. ربنا يخليكي، وما تحرمش منك ابدا. تعيشي يا حبيبتي، والله انك انت في معزه رتيبه وعديله اخواتي بالظبط. ربنا يسامحك. ساتر يا